يعني أنا ما أعرف من وين أبدو وياك، لكنه اليوم الذي حصل في شمال العراق وقتل 5 شهداء عراقيين من قادة شرطة الحدود من تركيا، منظراً في كل مرة يكرر نفسه، ومنظر الحكومة العراقية بالاستكانة دون أن يكون هنالك رداً. ما هذه الصورة البشعة وكيف تقرأها أستاذ عزت؟ شكراً لك ولقناة التغيير. الحقيقة أنا ما سمعت المقدمة كلها، ولكن سمعت سؤالك الأخير. نعم. لخلل فني كما أتصور. الجواب على سؤال حضرتك، هي هذه السيادة التي يبكي عليها الجميع، وكل واحد يتصور السيادة من زاوية تهمه. هناك من يعتقد أن السيادة منتهكة فقط حينما تحمل بعض الجماعات سلاحا، هو انتهاك للسيادة حينما يكون هذا السلاح خارج سيطرة وكنترول الدولة. نعم. ولكن أن يستبيح الأتراك سماء العراق وكذلك الأمريكيون والإيرانيون متى يشاءون، هذا أليس انتهاك صارخ للسيادة؟ أنا لا أعتقد أن الحاكم اليوم يستطيع أن يقول هذا انتهاك للسيادة، ولذلك هو ينتظر تفسير من قبل الجانب التركي، والجانب التركي راح يقول إذا تنازل شوية راح يقول هاكو خطأ في الحسابات، ولكن إذا استمر بسياق سياسته سيقول العراق في مكان آمن لأعداء مهمين إلى تركيا. نعم. اللي هم حزب العمال الكردستاني البككة، ولذلك يعطي لنفسه الحق أن يخترق الحدود ويخترق سماء بغداد وهكذا. أقول أن العراق مع الأسف حديقة بلا أسوار ينتهكها الجميع ويدخلها الجميع ويقتلع من أشجارها المثمرة الجميع. نعم. ولا يوجد اليوم أي صوت في شيء من صوتك اللي كله حرقة على الوطنية وعلى سيادة البلد